خفيتشا كفاراتسخيليا، اسم صعب النطق أليس كذلك؟ خفيتشا كفاراتسخيليا. لكن الشيء الصعب أيضا هو إيقاف هذا اللاعب. يعتبر من أكبر المواهب في العالم حاليا بسبب مهاراته العالية وقدرته على مراوغة أي لاعب. تألق كبير بشر بميلاد نجم جديد. فما قصة هذا اللاعب الموهوب الذي أصبح حديث العالم؟ كفاراتسخيليا. Who's gonna sign this player will sign one of the best talents around. هذا اللاعب صاروخ قادم للعالمية، اللي بده يجني الذهب يتعاقد معه بأسرع وقت. ولد كفاراتسخيليا في فبراير من عام 2001 في تبليسي عاصمة جورجيا. والده هو بدري كفاراتسخيليا، كان لاعب كرة قدم سابق في منتخب أذربيجان. لدى كفارا قدوتين في كرة القدم، حيث سبق وأن صرح: كريستيانو رونالدو هو قدوتي. قدوتي الأولى كان لاعب ريال مدريد غوتي. عندما كنت ألعب في الشوارع مع أصدقائي، كنت أرتدي قميصاً أبيض مكتوب عليه غوتي. بدأ كفارا ممارسة كرة القدم في سن 5 في مسقط رأسه مع أكاديمية فريق دينامو تبليسي، ولعب للفريق الأول في سن 16 سنة 2017. ثم بعد موسم واحد انتقل إلى الفريق الجورجي الآخر روستافي. ثم بعد ذلك في سنة 2019 ذهب في إعارة إلى روسيا مع فريق العاصمة لوكوموتيف موسكو لمدة 5 أشهر، لينتقل بعد ذلك في نفس العام إلى النادي الروسي الآخر روبن كازان، حيث تطور مستواه بشكل كبير وظهرت موهبته الحقيقية هناك، وأصبح النجم الأول للفريق، وفاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الروسي 4 مرات في موسم 2020-2021. وفي مارس 2022 انتهت تجربته في روسيا، حين أعلن الفيفا أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية يمكن للاعبين الأجانب في روسيا إنهاء عقودهم من جانب واحد، ويسمح لهم بالتوقيع مع أندية خارج روسيا. ليرحل كفاراتسخيليا عن روبن كازان ويعود إلى جورجيا مع فريق دينامو باتومي، ويساهم في تتويجهم الأول بلقب الدوري، وشارك في 11 مباراة وسجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وتم اختياره أفضل لاعب في الجولة الثانية بالدوري الجورجي. انطلق كفاراتسخيليا في مشواره الدولي مع المنتخب الجورجي عام 2019، وسجل 10 أهداف وصنع 7 في 19 مباراة فقط. تألقه اللافت مع المنتخب وروبن كازان جعل كبار أندية أوروبا يسارعون للتعاقد معه كميلان وتوتنهام وأرسنال ويوفنتوس، غير أن في الأخير نابولي هو من فاز بخدماته بعقد يمتد ل5 سنوات مقابل 12 مليون يورو. حتى قبل توقيعه مع الفريق الإيطالي، قال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عن اللاعب صاحب 21 عاماً أن الفريق الذي سيتعاقد معه سيظفر بأحد أفضل المواهب في العالم حالياً. مع توقيعه مع فريق نابولي هذا الموسم، لم تقتنع كثيراً جماهير الفريق في البداية بالصفقة، غير أنهم سرعان ما غيروا رأيهم بعدما رأوا موهبته الكبيرة وأداءه المتميز الذي يقدمه. ومنذ أول مباراة أنسى جماهير الفريق في نجمهم المغادر للدوري الأمريكي لورينزو إنسيني، ووقعت الجماهير في حب هذا اللاعب لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب كفارادونا، تيمناً بأسطورة الفريق الراحل دييغو أرماندو مارادونا وتشابه طريقة لعبه معه. ولحد تسجيل هذا الفيديو سجل كفاراتسخيليا 7 أهداف وصنع 6 آخرين في 14 مباراة مع نابولي، مساهماً في تصدر نابولي مجموعته في دوري أبطال أوروبا والكالتشيو الإيطالي.